مشهود لها بالكفاءه والنزاهه والتجربه المهنيه. و كان اليوم وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره تطلق النسخه الثامنه لجائزه تميز للمراه المغربيه تحت شعار المقاربه المندمجه لتمكين المراه في الوسط القروي باعتماد التكنولوجيا الحديثه. هاد المبادرة تجي في انسجام مع يعني المحاور اللي اخترتها الأمم المتحدة هذه السنة حول التكنولوجيا وتمكين المرأة، والهدف منها هو تفعيل التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، خاصة فيما يخص النهوض بوضعية المرأة المغربية، وأقول أكثر هو إبراز تميز المرأة المغربية وخاصة في العالم القروي. فهاد السنة لجنة التحكيم هي لجنة مكونة من شخصيات مشهود لهم بالكفاءة وبال يعني العمل سواء في ميدان التكنولوجيا أو في ميدان المجتمع المدني. السيدة الرئيسة هي ترأست عدة شبكات وشركات كبرى في مجال التكنولوجيا الحديثة، والأعضاء سواء العضوات أو الأعضاء لهم عمل يعني مشهود لهم به في مجال المجتمع المدني والتكنولوجيا. فإذا هذا الجائزة اللي هي جائزة تميز المرأة المغربية، طبعا هي مؤطرة بمرسوم اللي فيها جزء المرحلة الأولى هي مرحلة التسجيل، واليوم غادي نطلقوا المنصة الرقمية باش يكون التسجيل في المنصة الرقمية من جميع جهات المملكة. عملنا مقاربة مندمجة أيضا مع جميع جهات المملكة اللي غيكونوا حاضرين ممثلين عن رؤساء الجهات، مجالس الجهات غيحضروا معنا اليوم عن بعد باش غادي يكون التعريف بهذه النسخة الثامنة، وأيضا من أجل تحسيس الجمعيات في المجتمع المدني أو الأشخاص يعني الأفراد باش يقدموا المشاريع ديالهم لهذه الجائزة. ونبغي نأكد عليه ونختم به أن الهدف هو يعني التعريف بالمبادرات في العالم القروي اللي كتساهم في تحسين وضعية المرأة القروية وكتعتمد على التكنولوجيا، وهذا الشيء كما سنعرفوا أيضا مخرجات النموذج التنموي الجديد اللي تأكد على مغرب دامج ومستدام ويعتمد على التكنولوجيا. أيضا البرنامج الحكومي 2021-2026 اللي جاء في عدد من المحاور ديالو للتأكيد على التكنولوجيا واستفادة جميع المواطنات والمواطنين. فتنتمنوا أن يكون إقبال كبير، وتنعولوا عليكم على الصحافة وتنشكركم على الحضور ديالكم، تنعولوا عليكم باش يكون التحسيس حول هذه الجائزة باش يكون تسجيل أكبر عدد من المبادرات. ونتمنى دونك غادي نحاولوا إن شاء الله يعني معايا واحد الأعضاء والعضوات لمقاربة النوع بهذا أولا في اللجنة، يعني معايا أربعة ديال النساء وأربعة ديال الرجال من جميع يعني كاين جهات كثيرة في المغرب اللي هي في اللجنة. غادي نطلقوا يعني انطلاقة هي اليوم إن شاء الله، وغادي يجيو لنا الملفات من دابا حتى 16 في يوليوز، ومن بعد غادي نشتغلوا في يعني في اخر يوليو زوفروشت وشي تنبير باش ان شاء الله نعطيو الجائزه في اكتوبر بمناسبه اليوم العالمي اليوم المغربي للمراه. في الحقيقه هاد السنه يعني الموضوع هو مهم، لان كيفاش التكنولوجيا الحديثه تساعد المراه في العالم القروي. ما بغيناش باش التكنولوجيا الحديثه يعني يستافدوا منها غير النساء اللي هما في الجهات الكبرى اللي هما في المدينه. بغينا اذا نحاولوا نميزوا يعني جميع مبادرات اما من طرف النساء اما من طرف جمعيات اما من طرف مؤسسات اللي كتستعمل التكنولوجيا الحديثه باش تنهض يعني بالمرأة اما تكون كمقاولة او لا تكون يعني في كوبيراتيف. يعني هذا نداء لجميع النساء وجميع المبادرات جمعوية او شخصية يعني باش يشاركوا اللي عندهم مبادرات في اطار التكنولوجيا الحديثة في سيرفيس يعني بالنسبه للمراه وبالنسبه للمناصفه يعني عامه.